أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أعلي عزبك ما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله رب العالمين.
وصدق رسول النبي الكريم.